السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله نشرحوا موقع اللي سهل لكم بزاف الحاجات. أوكي، مشوا محرك البحث ديالنا وكتبوا تيني واو. أوكي، كليك سيرش مباشرة. مشوا للرابط الأول مباشرة، يدينا هذه الواجهة هذه. أوكي، إذا الواجهة ديال تيني واو هي ديال الإخوان كما كتشوفوها، واجهة بسيطة. عندنا هنايا دابا تحت غتشوفوا 1 مليون اكتيف يوزرز. اوكي، مليون شخص لي اكتيف في هذا الموقع هذا، 10 ديال ملايين ديال الملفات. كاين اكثر من 200، كاين اكثر من 200 اونلاين تولز. اوكي، كاين يعني الادوات اللي كيتستعملوا في هذا الموقع اكثر من 200، وكاين 500,000 PDF كرييت. اوكي، في هذا الموقع هذا اللي تكريا. اوكي اخوان، اذا هذا الموقع عنده شعبيه كبيره، يقدروا الناس يكونوا كيعرفوه، يقدروا كاين الناس اللي ما كيعرفوهاش. اوكي، اذا حنا على العموم انا من واحد الشرح جينيرال من هذا الموقع هذا. اور ماست بوبيلر تول، هادو هما الادوات اللي هما مشهورين اللي كيتستعملوا بزاف في هذا الموقع اخوان. اوكي، كما كتشوفوا حنا ما جينا نشرحوهم ان شاء الله. اذا هذه هي الواجهه الاخوان ديال الموقع، سهله. اوكي، نبداو الشرح ديالها. هنايا نمشيو بي دي اف. اذا مشينا بي دي اف الاخوان مباشره غادي يعطينا مجموعه ديال لي زوتيل. اوكي، التولز اللي خاصين غير بالبي دي اف. اذا مشينا من هنايا من هذا الموقع هذا وكليكينا على ال تولز، غيعطينا الادوات كامله مختلطه. اوكي، يعني كل شيء مختلط. اذا مشينا من هنايا عطينا كل حاجة على حدة، مثلا لي زوتي اللي خاصين بالبي دي اف هنا، اللي خاصين بليزيماج هنا، بالرايت فيديو فايل. اوكي، اذا وكاين عندنا واحد الفلتر هنايا عاود، ها هو الاخوان، ها هو كما كتشوفوا هنايا كاين عاود بي دي اف تولز، فيديو تولز، ايماج تولز، كونفرتر تولز، اوذر تولز. اوكي، الاي اي رايتين رايت. اوكي، اذا الاخوان نمشيو بي دي اف. عندنا ايديت بي دي اف، فري بي دي اف اديتور، هذا كيغير لك اي حاجه في بي دي اف. مثلا بغيتي تغير شي حاجه في ملف بي دي اف خاص بك، كتدخلوا لهذا البرنامج وهذا الاوتيل بالضبط، كتقوم بحذف مثلا جمل ولا اضافه جمل اخرى. اوكي، كاين بي دي اف تو وورد، هادو كي تما كتحول بي دي اف تو وورد. عندنا تحويل صوره الى بي دي اف. اوكي، عندنا شنو اخر؟ عندنا فاي، هذه كتجمع جوج ديال الملفات ملف واحد بي دي اف. اوكي اخوان، اذا هنايا كاين اوردر بي دي اف تولز كما كتشوفوا، كاين هنايا يعني ادوات اخرى. هنا بغيتي تكري شي بي دي اف، هنايا بي دي اف الى صوره، هنا كتكومبريس كتقلص الحجم ديال بي دي اف، هنايا ملف وورد الى بي دي اف، هنايا سبليت يعني كتقص البي دي اف اللي عندك، هنايا ريموف باسورد، مثلا عندك شي بي دي اف مشدود بكلمات سريه كتجيني هنايا كتكسر ديك الكلمه ريموف، كتمسحها مره. اوكي، هنايا كاين اي سين، هنا كاين التوقيع الالكتروني بروتكت، بغيتي مثلا بروتيجي بملف ديالك برقم سري. اوكي، اكستراكت تكست، عندك مثلا كد جبد بي دي اف شي نص اللي بغيتي دملو بيج نمبرز. اوكي، الارقام، اذا كليكينا ال بي دي اف تولز نعطينا ال بي دي اف، يعني جميع الادوات الخاصه بالبي دي اف اللي كاينه في موقع تيني واو كامله كينزلها لك هنايا في صفحه واحده. اوكي الاخوان، هنايا كما كتشوفوا كيترجم هادشي بالعربيه. اوكي، الترجمه بالعربيه كاينه، ولكن الاخوان الترجمه ماشي يعني صحيحه 100%. اوكي، الترجمه مقلوبه شي حاجه، على اي اللي بغيتو الاخوان. انا نقول لكم اي حاجه خاصه بالبي دي اف كاينه هنايا. اوكي الاخوان، يكفي انك كتكليكي مثلا على الاوتيل اللي خصك او التولز اللي خصك، كتجي مثلا فروم بي سي او لا فروم ماي فايل. هنايا اخوان هاد ماي فايل هادي، اي حاجه خدمتيها هنايا، اي مثلا
اي حاجه عملتي هنايا كتسجل لك في هذا الموقع هذا وكتجيني هذا الموقع هذا الاخوان، ها هو ماي فايلز. اوكي ملي كتكليك عليها كتعطيك الهيستوريك اللي قمتي به، داكشي كامل اللي خدمتي في هذا الموقع كتعطي له. اوكي بغيتي تمسحو تمسحو، بغيتي تحملو عاود تحملو عندك. اوكي نمو ديليت ار. اوكي بالنسبه للاخوان الايميج الصور، اوكي هنايا عندنا باك جراوند ريموف ريموفر. اوكي هذا كيمسح الصور، يعني الخلفيه ديال الصوره كيمسحها، كيخلي لك غير الصوره ديالك. مثلا عندك شي صوره وخلفيه موراك الحيط زرق، كتمسح هذيك الحيط كتبقاي الصوره ديالك. هذه ريستور فوتوس، هذيك يعوض لك كيصلح لك فوتوس. هذه بروفايل فوتو ميكر، هذاك يعدل لك الفوتو بحال هذه باش نوريكم. كما كتشوفوا الاخوان عندكم محل فوتو هايده، هادي قبل ها من بعد، كتيكم هاد الزواق موراكم وكيجيب الصورة مدورة بهاد الطريقة هادي، وتقدروا انكم تكريو يعني اللون ديالكم المفضل، ماشي ضروري كينزلكم هاد الشي. وكاين كتر من 80 باترنز، اوكي يعني ما كاينش هاد الزواق هذا، كاين بزاف ديال الزواقات اخرين. عندنا ريموف بيرسون فروم فوتو، مثلا هذه على سبيل المثال نجربوها مع بعضيتنا ونشوفوا. مثلا نجيب واحد الفوتو هنايا عندي واجده ونجيبو انا هذا الموقع هذا بهذه الطريقه هذه، كيابلوديها. العمليه قد تعطل واحد الشاجه الاخوان. اوكي اذا كما كتشوفوا مثلا على سبيل المثال نمسحو مثلا هاد الطفلة هادي، قوموا بهاد الطريقة هادي. عندنا كما كتشوفون هيا هاد الدائرة باللون البرتقالي، هادي هي اللي كتمسح كتحدد. اوكي بغيتو تكبروها بهاد الطريقة هادي فهاد الموطة هادا، كتكبرها هيدا باش كتمسحها. بغيتو تصغرو الفرشات كتصغروها بهاد الطريقة هادي. اوكي داكشي بشوية. بغيتو مثلا تزوميو كتكليك على هذه باش كتزومي الصوره، باش كتقوم بتحديد الشخص اللي خصك بكل دقه. اذا كما كتشوفوا كنجوزو ليها بشويه، كنحاولوا ما ندخلوش في شخص اخر. اذا نحاولوا نصغروها شي حاجه بهذه الطريقه هذه، نجيو نحذفوا هذا الموطا هذا. اذا كما كتشوفوا غطينا هذيك البنت باللون البرتقالي، كليكيو على ريموف. اوكي الاخوان اذا نتسناو نتشيكيو هاد كابتشا. اوكي بروسيسينغ. اوكي نتسنى واحد شي حاجه الاخوان وغادي يقوم بالحذف الفتاة ويعطينا الصوره محذوفه. اذا كما كتشوفوا الاخوان عطاونا هاد الصوره هادي، ولكن البنت ما محذوفاش بواحد الدقه. اذا ما فيها باس كنعاودو نفس الطريقه، عاود كنعاودو نسيليكسيوني هاد المنطقه هادي كامله حتى الظل اللي بقى لها تقريبا، بقى لها غير الظل ديالها، كنعاود سيليكسيوني عاود بشويه. اوكي حتى كد تحفل النتيجه اللي خصك نتينا. اوكي الاخوان اذا تتكون واحد المثال اللي هو بسيط. اوكي نرجعو لواجهه الموقع، قلنا عندنا ريموف بيرسون، هذه كتمسح الاشخاص، هذه كد اكستراكتي يعني كد تزول النص من الصوره، هذه جينيراتور ديال التصاور ديال الفوتوس بالذكاء الاصطناعي. مثلا كتكليك عليه باش نوريكم الاخوان. على سبيل المثال هنايا كتعطيكم شنو تكتبوا، مثلا هذا كتعطيكم كتكتبوا مثلا اي نص، هو كيعطيكم الصورة، يعني كتكتب كيعطيك الصورة على حسب النص اللي كتبتيه نتينا بالذكاء الاصطناعي. مثلا كتبتي له الثعلب كيضحك مثلا بالانجليزية، غادي كليكي على جينيريت ايميج، نتسنى واحد شي حاجة غادي يعطيك الصورة داكشي اللي كتبتي له. اذا كما كتشوفوا الاخوان هنا جابنا الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى هي اللي قريبة من داكشي اللي كتبنا، يعني الثعلب تقريبا كيبتسم،
هذا التعلب عادي واقف ما كيبتسم شي. اوكي اذا كتكتبوا اي حاجه تما كيطلع لكم اوكي الاخوان بالذكاء الاصطناعي. اذا هنايا هذه ريموف اوبجكت بحال هذه تقريبا. اوكي هنايا بلور باك جراوند كيقوم بتضليل او كيوضع خيال مور الصوره ديالك. اوكي الاخوان اذا وهذا الشيء نخليكم نتوما تكتشفوا. كاين هنايا صوره بالاسود والابيض كتقدر تقوم بقلب الصوره اوكي تحويل الصوره كترجع الصوره على شكل دائره. اوكي الاخوان نتوما هاد التولز خدموهم وجربوهم. اوكي بالنسبه للاخوان رايت اوكي عندنا هذه خاصه بالكتابه. عندنا مثلا بغيتي تكتب شي باراغراف بغيتي مثلا شي بلوغ مثلا بلوغ اوتلاين جينيراتور كيكتب لك كتعطيلو غير الموضوع اللي خصك هو كيكمل الكتابه ديالو. بغيتي مثلا فيسبوك هيدلاين جينيراتور اوكي هنايا كاين بيزنس نيم جينيراتور اوكي بلوغ بوست ايديا كاين بزاف الاخوان. هنايا مثلا بالنسبه للفيديو كاين كيكومبريسي قوم بتقليص الفيديو تحويل الفيديو الى صوره مثلا كليكينا على فيديو تولز عندنا مباشره مجموعه ديال الادوات الخاصه بالفيديو. اوكي اذا بالنسبه للفايلز هادو ملفات كيقوم تغيير امتدادات ديال الملفات. اوكي كاين هنايا مثلا هنا تقسيم ملف CSV Excel to PDF اوكي Excel to XML. اذا الاخوان هادشي اللي كاين وطبيعة الحال تقدروا تسجلوا في الموقع. انا مثلا بغيتي مثلا بلا ما تبقى تدخل هاد لي زوتي بهذه الطريقه هذه كتجيني هنا كتكتب الاسم مثلا PDF to PG سيرش ولا مثلا PDF to Excel نو ماشي عفوا ماشي في هاد المطالعة هنا كنكتبوها PDF to Excel. اذا هنا ملي كتكليكي على سيرش كيطلع لكم التولز مباشره هنايا بلا ما تبقاو تفتشوا عليه. اوكي الاخوان اذا حتى هنايا كنكون وصلت نهايه ديال الفيديو. اذا استفدتوا من الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك اسفل الفيديو واشتراك في القناه والضغط على زر الجرس الرمادي وسيوصلكم جديد القناه. اذا بغيتوا اي حاجه بخصوص الويب او شرح تطبيقات الهواتف فما عليكم سوى انكم تكتبوها لي في التعليقات. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قريب ان شاء الله. Thank you.